الهادي الهادي إلى سبيل الرشاد، يوفق من شاء من عباده إلى طريق السداد. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وشكره واجب على جميع العباد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو أن نفوز بها في يوم المعاد، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك الناصح الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى وراقبوه، راقبوه مراقبة من يعلم أنه محاسب على كثير عمله وقليله، وأن على كل جارحة منه رميما وحسيبا، ولدى كل خطرة أو نظرة أو كلمة منه رقيبا وعتيلا، فاستعمل نفسه في طاعة مولاه، واجتنب ما عنه حذره ونهاه، وشغل نفسه بتقبل عيوبه وإصلاحها، فقد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. أيها المسلمون، لقد شرفت أمة الإسلام، وارتفع شأنها عاليا بالإسلام، بهذا الدين، فكانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، وبهذا الدين عظمت هذه الأمة وكبر خيرها، حتى امتد نورها وانتشرت دعوتها وبلغت مشارق الأرض ومغاربها، وكانت كما وصفها رب العزة جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم لما دخلت هذه الأمة في الابتعاد عن مصدر هذا العز وهذه الرفعة، لما تسربت وظهرت فيها المعاصي، لما كان من ذلك ما كان، بدأت مكانة هذه الأمة بالتراجع، وأخذ شأنها في الانخفاض، ثم ازداد الأمر سوءا لما احتكم فئام من هذه الأمة إلى غير شريعة الله قانونا ونظاما ودستورا. ملخص ذلك كله في كلمة قالها الفاروق الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة على مصعدها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: ومن وهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أيها المسلمون، لما تراجعت أمتنا تداعت علينا الأمم من كل حق وصوب، ونهب خيرات الأرض وأفسد به البلاد، واستحكم الوهن حتى صرنا بهواننا على الناس، لا أحد يبالي بنا وبرأينا ومرارنا وشتمنا واعتراضنا وتنديدنا. هؤلاء اليهود أمة الغضب، إخوان القردة والخنازير، قتلة الأنبياء، أهل الغدر والخيانة، الذين كتب الله عليهم الذلة والمسكنة، أصحاب التاريخ المليء بالغدر والكذب والإجرام، وتاريخهم في فلسطين تاريخ دماء ومجازر ومذابح. هم يعيثون في الأرض فسادا، يقتلون ويفسدون ويدمرون، ولم يعد لأمة الإسلام تلك الأمة العظيمة إلا أن تشاهد وتتأسف. ثم
ثم تستنكر وتشجر، ثم تستنجد بالعالم من حولها وبالامم المتحده خصوصا وبالمنظمات الحقوقيه والانسان من غير مبالاه من احد. وهذا لعمر الله الهوى الحقا. ايها المسلمون، الا تعجبون كيف يمكن لامه كتب الله عليهم الذله والمسكنه والهوان ان تتسلط على امه الاسلام؟ كيف يمكن لهذا العدد القليل ان يتسلط على هذا العدد الكبير من امه الاسلام وفي ديار الاسلام؟ انها اثار الابتعاد عن دين الله، اثار الذنوب والمعاصي، اثار الشركيات والضلالات، انها اثار سب الدين وسب الله رب العالمين. هذا ما اولى بامه الاسلام الى هذا الحال الذي ترونه اليوم. ايها المسلمون، لكي تعود أمة الإسلام مهابة لا بد أن تجاهد في سبيل الله. اسمعوا مني كلمة أحسبها عاقلة: الجهاد يا معشر المسلمين ذروة سلام الإسلام، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذروة أي في القمة في أعلى أعمال الإسلام. أسألكم، كيف يمكن أن يصل إلى القمة من ليست له قاعدة أصلا؟ كيف يمكن أن يصل ويصعد إلى الذروة وإلى القمة من لا أساس له؟ العقيدة هي الأساس. كيف يرتقي إلى الذروة من قصر في عماد الدين والصلاة هي العماد؟ كيف يقاتل من لا عدة له والتوكل هو العدة؟ كيف ينتصر من لم ينصر دين الله؟ ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. تأملوا فيما جرى لأسلافكم وعلى أسلافكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. استحضروا التاريخ ودرسوه جيدا. الصحابة يوم بدر وأحد وحنين، كيف أعز الله الإسلام في بدر على قلة قليلة وعدة لا تذكر، ولكن نصرهم الله عز وجل. وكيف أصيب المسلمون يوم أحد بمعصية الرماة على الجبل، ولأنهم خالفوا هدي رسول الله وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف عاتب الله المسلمين يوم حنين بكلمة قالوها؟ قالوا لم نغلب اليوم من قلة، فعاتبهم ربنا ليربيهم على كمال التوكل على الله، وأن النصر من الله، وأن الأسباب المادية من عدد وعدة، وإن كان لا بد منها فإنها لا تعدو أن تكون سببا للإسلام. رباهم ربهم وهذبهم حتى بلغوا دين الله في جميع أقطار الأرض. أيها المسلمون، إنكم لن تستعينوا في فلسطين والمسجد الأقصى حتى تجاهدوا في سبيل الله، ولن تنتصروا في جهادكم حتى تنتصروا على أنفسكم بلزوم الإيمان والمعتقد الصحيح والعمل الصالح والاستقامة على دين الله وترك المعاصي والمخالفات. والذي ينبغي أن ينشغل به المسلمون اليوم النهوض بهذه الأمة، وذلك ببث العلم والفقه الصحيح والمعتقد السليم وتنقية المسلمين من الشوائب التي التصقت بدينهم والتصقت بفهمهم للإسلام، ثم إنشاء جيل يتربى على الإسلام الصحيح كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. حين ذاك ستسترد هذه الأمة عزها بالإسلام وللإسلام، وتبقى أمة الإيمان بالإيمان، وتحيا أمة القرآن بالقرآن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم، وبلغ نبيه المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا وربنا من الشاهدين. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم، أستغفره إنه غفور رحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على خيار عباده الذين اصطفى،
معشر المسلمين، قلناها ونقولها ونكررها، قضية فلسطين ليست قضية عربية فحسب، بل هي قضية إسلامية. قضية فلسطين قضية كبيرة، قضية أمة. فنحن أمة الإسلام، يجمعنا الإسلام، ونجتمع على الإسلام، ونعبد بالإسلام، ونشرف به. وبالإسلام تجتمع أحزاننا كما تجتمع بالإسلام مصراتنا. والعداء الذي بيننا وبين اليهود هو عداء ديني عقدي، لا للعروبة ولا للانتصار. فانتبهوا يرعاكم الله إلى هذه الحقيقة. فاللهم يا مجيبا من دعاه، ويا قريبا ممن ناداه، يا من قلت وقولك الحق المبين، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اللهم انا ندعوك في هذه الجمعه المباركه، في هذا المسجد المبارك، ندعوك يا ربنا ان تعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واجعل رايه الاسلام خفاره عاليه الى يوم الدين. اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم اصلح احوال المسلمين، حكاما ومحكومين. اللهم يا ناصر المستضعفين، ويا جابر المنكسرين، انصر اخواننا في فلسطين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين على اليهود المعتدين والصهاينه المعتدين. اللهم انصرهم على المعتدين وعلى من اعانهم وساندهم يا رب العالمين. اللهم ان اخواننا في فلسطين عظم بهم الخطر واشتد بهم الكرب، فلا منجا ولا ملجا لهم الا اليك يا قوي يا قهار يا عظيم يا جبار. كن لهم عونا ونصيرا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم فرج همهم ونفس كربهم واشف جريحهم وتقبل منهم الشهداء يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انصرهم على عدوك وعدونا يا رب العالمين. اللهم ان اهلنا في فلسطين وانت اعلم بحالهم قد ظلموا واخرجوا من ديارهم بغير حق، فاللهم انتصر لهم وردهم الى ديارهم ومسجدهم امنين. اللهم واشدد على اعدائهم حتى يروا العذاب الاليم. اللهم ارنا في اليهود المعتدين عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا، ومزقهم وشرق شرهم مزقا يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم الهنا وخالقنا ورازقنا، اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا. واجعل اللهم الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل اللهم الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وادخلنا اللهم الجنه مع الابرار برحمتك الواسعه يا عزيز يا غفار. امين امين امين. والحمد لله رب العالمين. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. اهدنا الصراط المستقيم
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب الثمود بطغواها إذ بعد أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Thank you.